يعتبر ميناء خصب بموقعه الاستراتيجي على الخليج العربي والمطل على مضيق هرمز شريانا تجاريا نشطا في مجال التجارة والسياحة، وهو من الموانئ متوسطة الحجم، ويدار من قبل شركة مرافي التابعة لشركة المجموعة العمانية العالمية للوجستيات أسياد. قامت شركة مرافق بوضع تصور عام للميناء، منها إقامة رصيف بطول 450 متر وآخر برصيف مختص بالسفن السياحية العملاقة، بالإضافة إلى الرصيف الموجود حاليا بطول 300 متر حيث يستقبل ميناء خصب الكثير من السفن، منها التجارية والسياحية والقوارب التجارية، ويستقبل الكثير من البضائع التي يتم إعادتها إلى دول الخليج الأخرى. يستقبل الميناء العبارات التي تنقل المسافرين بين موانئ شناص وخصب وليمة والسفن السياحية الأخرى القادمة إلى محافظة مسندم، بالإضافة إلى السفن الخشبية التي تحمل البضائع المختلفة من وإلى الدول المجاورة، ويعد مركزاً لإعادة التصدير في المنطقة. تحظى صادرات اللحوم والأسماك والمواد الغذائية بأهمية كبيرة في الميناء، وذلك بإعادة تصديرها للدول المجاورة على مدار العام، مما يوفر فرصاً استثمارية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والباحثين عن العمل بالمحافظة، مما يجعل المستفيدين من النشاط الاقتصادي في الميناء أكبر عدد ممكن من الأشخاص.